ليه زمان ما كانش بيتم الحصول على هذه الأسلحة؟ يمكن هقول لفندم لسيادتك سبب رئيسي، أنه لم يكن هناك تعاون وتضامن عربي يسمح، أنا هقولها بمنتهى الصراحة، يسمح بالوقوف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ما كانش ده موجود. دلوقتي يا فندم التضامن العربي، الدول الشقيقة واقفة معانا، احنا يعني بعد 30/6 تم اليقين، ان مصر والدول العربية مصيرهم واحد. قبل كده وبمنتهى الصراحة لا، كان في حزازيات، وكان هناك نظرة للأنظمة الجمهورية وللأنظمة الملكية، وكان هناك نظرة للجيش المصري انه عاوز يعمل وعاوز بعد 30/6 يا فندم تيقن الجميع ان المصلحة والمصير واحد، وبالتالي هذه المسترال احد نتائج التعاون المصري العربي. اللي في النهاية كل هذه القوى العربية زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال مسافة السكة، النهاردة نقدر أقول فعلا مسافة السكة. احنا حضرتك لو تفتكر في حرب الكويت مصر اضطرت ان السفن المدنية، العبارات المدنية تعبئها لنقل الجنود والعتاد الى المملكة العربية السعودية. لا انا دلوقتي كان في لقطات فيديو شهيرة ليهم في الوقت. بالضبط، لان ما كانش فيه فعلا بالمناسبه ده القانون يجيزه طبعا، انما دلوقتي لا، انا ببتدي بيبقى عندي امكانياتي الذاتيه اللي اقدر اتحرك بيها، معنى ان انا ارفع العلم المصري على حامله المروحيات او الطائرات المروحيه جمال عبد الناصر، معناه ان خلاص انا كده اتدربت عليها ولا انا بس اشتريتها؟ لا لا يا فندم، اتدربت واتميت التدريب. واتميت التدريب وفندم، وان شاء الله هم هيكونوا في الطريق الى الاسكندريه ان شاء الله.